صاعق للناموس والحشرات لو عامل ال دي زريبة بتاعت الصلاة قطر في مروحة مكيف وقت 24 ساعة والبوفيه لما الحر بيزيد شوية دي فيها بخاخات مية مجرد بس ودي طبعا كراسي عشان لو حبوا يقعدوا والله ضيوف شايفين ده حلو قوي ده حلو قوي ده بس ليه شكلهم زعلان كده ولا عشان بالليل ما شاء الله سبحان الله فعلا ان الناس حب الشهوات والنزاهه في بورس في بورس او ما شوف بورس من زمان بتبقاش شرير لا اهم حاجه ما تخليش ايدك تحت بقه ايدك تبقى فوق وش ده عكس الكلب على فكره الكلب ما ينفعش تحط ايدك من فوق لازم تحط ايدك من تحت ده لو حط ايدك من تحت هياكلك على طول بص شايف هو مش عايز مش هو مش عايز مش هزعلش بقى بس مناخيرهم فتح مناخيرهم كبيره قوي يعني انا ما كنتش متخيلها كده بيحاول يخرج ليه بقى مش عارف ممكن يطلع ياكلنا يمكن يحاول يخرج شوفوا لا حصان ذكي كمان بصوا والله حصان ذكي بس هم برضه عاملين الباب بطريقه يمكن وراه مشوار يا جماعه طب ما تفتحوا له طب ما ينفعش نفتح له يا بص بص فعلا بيحاول يخرج بس مش بص بص حصان ذكي هو فاهم نظريه عمل كمان بيحاول ياكل الخشب بيحاول ياكل الخشب او بيسلك سنينه يعني بصوا الخشب اللي حواليه كله بصوا عامل ازاي سبحان الله ده كله مسلسل السفر بتاعتنا على اليوتيوب فارس منهاتن لغايه لما تشوف